السلام عليكم شباب، اليوم نشرح موضوع الحظر اللي بيصير بالفيسبوك. أولاً إنه لازم تكون مسجل دخولك للفيسبوك، ثانياً تدخل الموقع التالي، ثالثاً تضغط على كليك هير. يرغب هذا التطبيق بالوصول إلى صفحتك الشخصية العامة، قائمة الأصدقاء، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص، لتضغط موافق. سويها أنا فقط حتى من ينشر التطبيق هذا ما يشوفوه أصدقائك. هذا حسابي وصوتي، طبعا الخطوة الخامسة نضغط هنا أو الرابعة العفو، تضغط على كليك هنا حيطلع لك الكود مالتك. حدد الكترول A وكترول C نسخ، تجي هنا نسخة بهذا المستطيل كترول B واضغط هنا على هسه راح يبحث التضايف هون. انا ضايف هذا، فبعد عادي تعرفون شلون تلغوه، كليك يمين بالفاره، افتح الوصله في لسان جديد، صارت هنا واولى الطلب عادي. اتمنى يعجبك الدرس مفهوم، واذا عجبك الدرس انشره واضغط اشتراك هنا.